فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنت أريد صيام يوم الجمعة لأنه إجازة لي من العمل ومناسب لي، فهل يجوز لي أن أفرده بهذا السبب؟ إن كان قضاء فلا بأس، أما إن كان تطوع لا، منهي عنه، الحديث صحيح في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا صامه مع غيره، إذا صامه تطوعا مع غيره لا بأس، يكون تبع. نعم.